تعودتوا عليه في التغطيات مزارع، لكن اليوم احنا في مزرعة، بس مزرعة من نوع آخر. من نوع آخر. خمس دقائق عن مزرعة الورد، وخمس دقائق عن متنزه جبل الشعب. استراتيجية فيها شيء مميز، فيها شيء مميز. شوفوا الشندم وتابعونا، خلوكم معنا. هذا المدخل، وابتدينا بالباب. ما شاء الله، خلينا ندق الباب. عادة نفتح البيبان، بس اليوم ما شاء الله تحفة معمارية. اليوم الباب مفتوح قبلنا. خشم الباب والنقش الأحسائية الجميلة، ما شاء الله إبداع. خلينا ناخذ قفل الباب، ما شاء الله. ندفع، استقبلكم في المدخل أيضا. شوف وين احنا فيه. ناخذ ان شاء الله. أجواء نخيل إبداع. أوه ما شاء الله، عطلة حرمة هنا أيضا. ساحة مواقف جميلة. وهذه المزرعة وين؟ يلا خلوكم معنا. الرواقات الأحسائية بنقوشها الجميلة، ما شاء الله. ولا زلنا على الجمال والمكان الرايق. ألف 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 مبروك حبيبي أبو علي. آليت إني أكون أول من أجي. أقول لكم لازم نفتح البيبان، ما شاء الله ما شاء الله. أوه ما شاء الله ما شاء الله. وين إحنا؟ إحنا في متحف حسين الخليفة أبو علي، ما شاء الله. طبعا المتحف من المتاحف الراقية جدا جدا. كان موقع في البيت، نقل إلى مزرعة بمبنى رائع، بمكان رائع ومكان جميل وراقي جدا. استغل فيها أمور كثيرة جدا. يعني أنا ناخذ جولة ويا صاحب المتحف علشان يعطينا تفاصيل المتحف كاملة. ربي يبارك له.
أخذتكم في جولة سريعة تغذية بصرية للأركان والشيء الجميل. ما شاء الله ما شاء الله فيها كم من الذكريات عشناها نذكر. ما شاء الله ما شاء الله تعبير المصور نذكر حوالي قراءة عربية. أنا لحقت على هاللبس أعتقد أنه آخر سنة وسع علينا نحن. ما تقولون كم عمرك؟ طبعا هذه شفت هذه وهذا ها جوائز التميز السياحي عن أفضل متحف بالحلة القديمة. فما بالك بالحلة الجديدة في حاجة مميزة. طبعا هنا ركن خاص بالخطوط السعودية وشغلاتها القديمة. شوف هذا الدلة عليه شعار الخطوط السعودية. لكن في ركن هنا جميل خليني أوريكم يا إذا في حد يتابعني من أرامكو بالذات من اللباس الخاص بأرامكو إلى مقتنيات أرامكو القديمة. مقتنيات هذا الركن خاص وهو المتحف أعتقد أنا أنه الوحيد اللي مخصص ركن لمقتنيات أرامكو القديمة. شوف هنا الشعر القديم لأرامكو، ساعات تحمل شعار شركة الزيت القديمة. في كثير من المقتنيات وهذا أنا أرجع أقول أنا أعتقد أنه هو المتحف الوحيد اللي يحمل هالميزات. شوف هذه كلها مقتنيات أرامكو. هذه الباج الاسم الموظفين لأرامكو شركة الزيت أيضا. شوف مباراية قديمة يعرفون موظفين أرامكو. هنا شوف ما شاء الله في كثير من المقتنيات الخاصة. هذه طبعا وقت اللي كان الإجرة بالعملة المعدنية الإجرة بالعملة المعدنية. هذه حساب للإجرة بالعملة المعدنية. شوف هذا الريال السعودي القديم كان يحط هنا وعداد يعد العملة القديمة. ما شاء الله شوف منتجات أرامكو. وهنا بعض الإصدارات الخاصة بأرامكو الكتب والكالندرات أيضا والذكريات الجميلة لشركة عملاقة شركة الزيت أرامكو السعودية. إن شاء الله هدية تذكارية مشروع تطوير الغاز. إن شاء الله شوف هنا هذا لبس مقاوم لها قديم. شوف شعار شركة الزيت العربية الأمريكية الاسم القديم لأرامكو. هنا السينما الخاصة أيضا جهاز السينما. طبعا هنا شهادة شكر خدمة 30 سنة في أرامكو صاحب المتحف. ما شاء الله هذه بعض الأطباق اللي كانت لأرامكو تحمل شعار شركة الزيت. رؤساء شركة الزيت خلينا نستعرضهم ابتداء من هنا. هاري من 44 ل 51 51 52 روجرز فريد ديفيدز نورمان هاردي أيضا هذا الثمان سنوات اللي توماس باربي روبرت برغهام إلى السبعينات أوائل السبعينات لستون هاوس فرانك جونجرز إلى 77 جون كليبرز 88
بعدها تحولت إلى الإدارة السعودية المهندس علي النعيمي من 88 إلى 95، وعبد الله جمعة 95، خالد الفالح إلى 2015، وأمين الناصر 2015. ما شاء الله. دائما الحديث عن البحر واللولو يقتصر على السكان الخليج المجاورين أو الملحدين للشاطئ، لكن في صفحة في تاريخ الأحساء إنه عندنا بالأحساء بحارة وغيصة أيضا، وأعتقد في شخص المفروض أن يزوره يفيدنا بهالموضوع. وأنا تأخرت كثيرا في الزيارة، الحين عيالي يتابعوني ويعرفون اللي أنا مقصر في هالموضوع. كان الجميل إنه يحوي أركان أركان أركان. صفحة من الذكريات هنا، خلونا نسترجع نذكر السيارة هذه، أحلى طفولة عشناها مع السيارة هذه، جميل جدا. هنا كثير من الألعاب، بس هذه السيارة تعني الكثير لجيلنا، تعني الكثير. هذه فيها أيضا من الأشياء اللي تعني لنا كثير، إحنا لأبناء جيلنا. هدايا المدينة أيضا فيها أشياء جميلة جدا. صفحة العيشة هذه خواتي، تذكرونها؟ هذه كانت تجي، هذه كانت تجي داخل الألعاب، داخل الدمى والبنات. ما شاء الله، وش ما شاء الله، زمبو، ما شاء الله. هذا ربما شيء من الحديث القديم، أتاري. هذه كانت تجاه هدايا أيضا من مكة أعتقد، الشبل الموجود هنا. تعيش يعني تجيب أبنائك يعيشون في ركن ويعيشون جزء من حياتك اللي عشت. الله، قصص الله، حداد لمجلة ماجد. ما شاء الله، وش هالترى من شان يوم الأربع. الله، هذه حرصنا على اقتناء لسنوات طويلة. حركة عدوات النخل أيضا في الكار وغيرها، لكن هذه مثلا هذه المحال للبير. الجميل انه هذه ما فيها مسمار واحد، شفت هذا الابداع، هذا ما فيها مسمار واحد. اللي باقي في الاحساء يصنعونها عيلة واحدة فقط، فقط تصنع على حسب الطلب، عائلة احسائية ابو ياسر المسيلين واحفاده، مو عياله، احفاده هم اللي يشتغلون فيها. هنا قمة الابداع المحالة هذه، وفي منها الحجم الصغير طبعا. هنا ما فيها مسمار، ترى مسمار واحد ما فيها، فابداع جميل جدا. شفت هذا المحش الكبير، هذا اللي كان يستخدم الحصاد لعيش الحصاوي، هذا لأنه يلم سنابل العيش بحجم أكبر. مدك الحب، أركان جميلة جدا، في متحف رائع، ملالة عادي تسمى ملالة، يرفع فيها الأكل، السبت، ما شاء الله. يعني هذه جصة، هذه جصة، هذه حط فيها التمر. اشتقرنا الغزال، هذا كرم غزال ينقش بالتمر، يشال بالتمر. المجصة هي قديمة، إنه ألقاها موجودة أعاد تجديدها.
تكون في البيوت يحفظ فيها التمر كطبقات ويكون طبعا في فاتحة لو نزل دبس بشكل زايد أو شيء من القبيل. هنا قرن غزال هذا ينقش بالتمر هذا في مو في كل البيوت بس من الحاجات المهمة أيضا للأمن الغذائي. الغدنة صندوق المبيت والأشياء الجميلة فيه ما شاء الله. شوف السرير القديم مش قد كان رفيع ما شاء الله. العطور الأولين الرفدور والبلابل و شراء صفحة تراث المعطور الهندا اللوحات للسيارات بتنوعها زين. لكن اللي شد لي هذه شركة كهرباء مقاطعة الظهران واحد سيارة بلدية الدمام دراجة نارية بلدية أنيسة بلدية السلفية. لوحة سيارة الثروة المعدنية الكليات العلمية الجيش معقد تجي تتلمس. نجي هنا كان بعض الأواني الترابية هذه للثلج أعتقد صناعة الثلج أو صناعة الأيس كريم أيضا ما لحقنا عليها بس الجيل اللي قبلنا يذكرها هذه. ومهنة الصفارة المهنة الأحسائية واللي أنتج منها الدلة الحساوية هنا في بعض المعترات كل الأحسائية تعتبر من الدلالة الغالية جدا بدور الصفر صفر اللي هو النهاز أسجر أيضا متاجر القديمة حليب الأطفال قديمة مطحنة هذه مطحنة نزال أو يسمونها في بعض المصطلحات شكية ربما. مهنة في طريقها إلى الاندفار المصور في هنا بعض الكاميرات أيضا الجميلة الكاميرا الفورية التصوير كنا صورة بريال باونها وفي أصفر بنص تقدم هذه. لكن الاستديو المحترف قديما وشبه سوي صور مشرشرة هذا نفس اللي يقطع الورق مال الصور تجي مشرشرة بهالشكل. شو قد مميز الاستديو اللي سوى صور مشرشرة طبعا. هنا ركن مخصص للحرفيين كل حرفة لها ركن كل حرفة قديمة هذه حرفة النجارة أيضا وأدوات اللي يستخدمها النجار قديما موجودة حوالي. هنا أيضا حرفة الحدادة وكيف يستخدم الحداد بعض الأدوات المؤثرات كأننا هنا شوف ما شاء الله. هذا المسن أنا ما لحقت عليه بس يقولون إنه يدور في الحواري عشان سن السكن وشيء من القبيل. مهنة الحلاقة ما شاء الله حلاق مزين مختن هو مهنة واحدة طبعا والحاجات اللي يستخدمها. هنا أيضا
مصلح الفوانيس، مهنة حرفي خاص، يعبي غاز، صلح ام الفتل. وين ام الفتل؟ ما شفته. ها ما يصير ابو علي مو موجودة. بيناك انزين، مهنة اللي صلح هذه، دي مهنة من المهن القديمة اللي موجودة. هنا ايضا الخراز والزبيري تكرمون. احنا بعض الادوات اللي يستخدمها الخراز رافعها فوق، المفروض عندنا ننزلها نشوفها. هنا الصاغ ومقتنيات، طبعا المقتنيات هذه ثمينة جدا جدا. طيب ساعاتي الله تشكيل وستند، ساعة الأنيقة العالمية إن شاء الله في تشكيلة. ما كان أدواته جدا بسيطة، كان مصلح الساعات. هذا التلميع القزاز، شوف هنا أيضا النداف، نداف القطن. مرحلة معينة استخدامك مثلا دواشق القطن تنرص وتودي ترجع تندف، ترجع للنداف توديها يندفها من جديد، يخليه تنتفش تنتفش بهذه. طبعا هي في مكاين وآلات مختصة للي لازال يستخدم القطن. هذه يضربونها بطريقة معينة. طبعا كان افتح يا سمسم دائما يقولونها اندف قطنة، اندف، ابحث اندف قطنة هيطلع لك المقطع في اليوتيوب بهالشكل. ما شاء الله مخيط لبشوط، خيط الزالي، خيوط الزالي ان شاء الله. هنا طبعا لا زالت النحله موجود، الدواغ او صانع الفخار اشكال. انا اول مره اشوف هالشكل. هذا الخباز، ركن خاص بالخباز والادوات اللي يستخدمها الخباز. هذه أكياس اللي كانت تجي الطحين قبل، دقيق قمح ألماني إكسترا، هذا بتاريخ شوف كم 76، هناك هذا 73. أكياس اللي تجي القمح قبل مستورد. الخياط كان خاص فيه أيضا. هنا أيضا هذا بيع ملابس رجالية أعتقد. الله نذكرها هذه، أذكر من فنايل بقرة أبو بطة. شيء قديم هذا، بزاز أو راعي القماش. هذا طبعا من متر الحديد اللي يستخدمه، هذا متر طوله استخدمه في القياس. مصلح السياكل، إذا انتقلت تيوب صالحة بهذا، هذه بالإضافة إلى هذه، هذه أيوه. هناك دينما، شوف تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية، تراث إن شاء الله. هنا العطار دو النزار، سبع دويات ونافع ومصطلحات، عشبة العطرون ودم الأخوين وشغلات. احنا كرب العنبر، الدهونات ودهن العود وهالشغلات كلها احنا ركن خاص فيها. جميل الله. دو النزار وسبع دويات ونافع، هذه مصطلحات تراثية قديمة يعرفونها ربما جزء من الجيل القديم. من المرور العطار، طبعا أشهر عطار كان عبد الكريم ولد عمي أحمد الآمر، تابعيني ربما تكون الله يرحمه، من أشهرهم. هم بارز كان
احلى ذكرى بعد الله يرحمه. تسجيلات وصوتيات اشتخت الله الكاسيت بدالة شيء فيه صفحة جميلة جدا. هنا كندا الرائع كندا البقالة هذا صاحب البقالة هنا ما شاء الله. توقف تتذكر جزء من حياة احنا عشناها ولمسناها، يعني تقول في هل في يوم من الايام مثلا كان شاي الربيع يجي في صحارات خشب ما يشفى من أقدم مصانع تعبئة المياه. فكرة عصير الطماط والله شوف هنا احنا أيضا عصير بوم شوف لبن طازج هذا الري أقدم مصانع الألبان صفحة الذكريات. طبعا هنا شباك التذاكر في اسعار خاصه عند المدخل، طبعا في تذكره 20 ريال، في اسعار خاصه الاطفال تحت 7 سنوات مجانا، في اسعار خاصه للرحلات المدرسيه كذا الروضات. اخي جيبوا اطفالكم هنا يستمتعون ويتعرفون على صفحه من تاريخ الاحساء المشرق، مو بس تاريخ الاحساء، تاريخ المنطقه بشكل عام. كانت جميلة حكم الطب طبعا هنا في بعض الأدوات الطبية القديمة، لكن احنا في الربيع هذا من الكتب اللي صحية صحتك شادية، هذا وقتها المفروض الحين شوف لها حال. المكاييل والموازين الصاع وخيرها أخي أنا أتعب وأنا أتكلم شيء مطلوب. زيارتكم لهالمكان أجمل بكثير، حاولنا ننقل اللي نقدر عليه، لكن طبعا أنا في قسم السياكل اللي يعرف الشعار هذاك المظفر، وهنا شعار المظفر كنا موردين السياكل في الحاسة الثانية الملحم والمظفر، كنا نعاني ندور السياكل الخاص بك أنا بسيكل مظفر. وجميل لقيت تواجهنا مع الحبيب سم الأخ خالد مظفر. نعم حياك الله. الله يحييك. شلونك؟ شو أصلا عمرك؟ اشتغلت في هالمهنة؟ نعم اشتغلت في هالمهنة. نعم اشتغلت في المهنة وأنا بزر ما شاء الله 8 سنين أو 9 سنين. والحين لا مظفر وين هم؟ ذكريات، ذكرى صفحة من الذكريات. من الذكريات خلينا نقول سيكل 20. نعم 24. 24 ده. هذا 24. نعم مو بصعتي ده العواطي. لا هذا الأحمر. كم كان سعره؟ كان سعره ياباني كان يباع 800 و900. الياباني تايوان يباع 280-300 ريال. تدري انا شراه لي ابوي وما اعرف اسوقه. مشكل كان هذا القرف باربع خطوط كان عليه يعرفونه الجيل الماضي. هذا اربع خطوط اللي هو الخطوط الجانبيه عريض. صحيح صحيح. وكانت هالشنطه اللي فيها خلينا نذكر عده. اي كانت العده اللي هو شبه ده شبه هنا. اي هذا هي شفتها المفكات. شفت هذا المفكات ده وفي زرديه وهذه كانت تجي ويافس. نعم وهذه الرقعه البنشر وهنا ايضا طرمبه كانت طرمبه الماي عندي طرمبه الهواء. عندي صاتي مثله. يلا تشتري حلوة ذي صدتي نظيف تشتري ذا على اسم مظفر نشتري يا بعد حبيب قلبي طول عمرك
طبعا من عادة اهل الحزن الاول يلفون الرفارف، تعال شوفها بالجلاد. ايه شفت الرفراف؟ ايه شوف شوف زينوه. ايه يزينونه ويحطون له مساعدات اثنين دول عشان لو صدم في الرصيف ما يتحول، ما تتحول. هذا ذي المساعدات. ايه الله. وهذا تلبيسه حقت المقعده، هذا تلبيسه للمقعده. أيه. لحقنا على كلنا نشتريها. نعم. أيه. وهذا مساكات، مساكات لل اي وهذا صوب يلفون به. اي شفت السيكل اللي هناك اخر طبعا الخيط او صوت يسمونه صوت صوت. اي شوف شلون يلفون به السيكل. شفت هذا شلون ملفوف؟ اي تزيين. انا ما زينت. يجي الوان، شفت الالوان مميله في الزاويه. ايوه اي. وهذا اسطبات، وهذا القفل شوفه، هذا القفل الاول. ايش هذا مفتوح؟ انا في واحد. وهذا قفل لاي يسمونه لاي. وهذا لاي. هذا الجال شوف الجال، هذا السنجر اسمه جال. هذا الصبات، هذا الصبات، هذا الصينيه الصتي. شوف الصينيه الصتي، هذا الصتي، هذا مكتوب عليها سنه مضافه. ايه. وهذا الصينيه الحمراء، وهذا الحمراء. ايه. طبعا الصتي واللون الفضي. اي وهذا ازياج يحطونه في الرفرف. وهذا الازياج الرفارف. بس هنا مو مزينه منها. اي لا ما في مزينه به. ما في، ما شفت. لا ما في. اي ما شفت. كانت السلة ايام المدرسة نروح متوسطة بها. شوف السيكل هذاك فيليبس صغير. اي بعمودين. شلون عمود؟ اي عمودين. عمودين اي صحيح فيليبس. اي هذا واحد وهذا فيليبس عمود واحد. وهذا فيليبس العمود. اي عرفت؟ بعدين جي لون اسود، هذا يسمونه ريلي. قبله ريلي بوشيبه يسمونه انجليزي. ريلي بوشيبه. اي عرفت؟ كان يجي عليه طمعه في طمقه في الدركسون. خلاص انتهى. اي هذا الطمقه. ذكريات ذي. هذا الجرس، شوف الجرس. ذكريات كنا نشتغلها. الخبابه، شوف الخبابه الصفراء. اي هذه الخبابه لحقت عليها. هذه الخبابه. انا اذكرها ذي. عرفت؟ انا ما زينت سيكاليبها بس اذكرها. هذه مردفه. هذا المردف الحمراء. نعم. هذا كامل الرقع كامل. لا بنشر. وهذه هذا رقعة ابو جمل. اي كامل. رقعة ابو جمل. والمرايات. المرايات. الله الدايم. الله الدايم. ابوي واخوي ومطول في عمر عمي احمد. لان عمي احمد هو التاجر الكبير. اي التاجر الكبير. تجار السياكل ثلاثة. تجار السياكل ثلاثة. اي اولهم عمي احمد مظفر. احمد مظفر يطول في عمره. والعم عبد العزيز الملحم جعله في الجنة توفى. تسلم. والعم أحمد الخوفي. ايه. الله يرحمه ويغفر لهم. عرفت؟ تسلم. بس أكبرهم كان عمي أحمد هو اللي قبل. هو الأساس. ايه أحمد الأساس. ايه. بعدين جاء الملحم. عرفت؟ ايه. طبعا الخوفي. ترك الشغلة والآن الملحم لازال موجودين. الآن فيه ابن عمي ولد عمي ولد عمي احمد اللي هو يوسف مظفر عنده محل في اخر شارع الكوفي. اللي في شارع الماجد. شارع الماجد. ايه. اخر شارع اخر اللي مقابل رتاق مباشره. اي ايه. مقابل رتاق. اخذ الشغله من عمي والحين هو مستمر. هو مستمر فيها. الله ما شاء الله. المش احنا نروح هالمحل بس اتمنى واحد منهم موجود مش من العمال. ابوي اشتغل في الشغله بس ما طول. ايه وانت ما شاء الله عليك خلاص ختمتها الحين. اي انا ختمتها من زمان. يعطيك العافيه. اسمك كريم خالد مظفر. موسم السياحي وكثير يسال من برا الحس المرشد سياحي ولا كذا ومن يرافقنا في الجولة. هلا هلا والله سهلا. هلا وغلا من المرشدين العسائيين المرخصين أخوي محمد مبدع. الله يخليك. الجولة يفصلها على مزاجك. أقول والله ما نتعدوك في واحة النخيل ما نتعدوك حبيب قلبي. على العموم هذا رقمه. أنا استفدت من واجد يا جماعة. أي والله يا بعد شابد لا خلاص الله الله فيه وحياهم بعد اللي من طرفك في العيون. هذا رقمه حبيبي. ليش رقمه؟ حق التواصل. كثير اللي يجي من برا الحسا يبي مرشد سياحي كذا. ترى انا والله شف ابو اخوي محمد واجد يكلموني بس والله ارتباطات يا انا وضعي صعب. انت مرشد انت خير مرشد احسائي فعلا. بس والله ارتباطاتي. أيوة. والله ارتباطاتي. اي أيوة والله محمد هذا رقمه وتفهموا وياه. يعطيك العافيه. ترى شوف الطاقيه مايك مايك كان هنا. يلا